ولكن دابا بغيت نسولك مثلا يبقى العيد هذيك اسبوع تزيدوا في الثمن ولا تبقوا بهذا الثمن؟ بهذا الثمن ان شاء الله. بهذا الثمن صافي. اذا كما سمعتوا قال لكم بانه اثمنه السوق اش بيدير؟ على حسب السوق. على حسب السوق يقدر دابا غادي نشوفوا الحولي ب 160000 بحال السلام عليك. شوف كيما شريو قبل ما يغلى الحولي قال لكم ممكن تاخذوا الحولي ب 160000 انا مليح تبارك الله راه باينين بين سنة الحليب وبينين في الصفات ديالهم. شوفوا تبارك الله راه اللحم تبارك الله وازنين تبارك الله قلقان تمام 4700 هي 94 اذا الحواله ب 94000 تبارك الله حاجه مليحه. ها انتم كيبان لكم كلشي مليح سيدي المختار. حاجه مليحه. اشنو رايكم في السوقين زكان؟ زكان اي دابا واش بالنسبه الرواج مزيان ولا شويه خويا الله يجعل جمارك وهاد الثمن تبقاو به ولا تزيدوا؟ يبقى العيد اسبوع ما كنديروش الثمن حنا الثمن راه كديروا الوقت السوق السوق الثمن دابا يقدر بحال هاد الحواله نلقاهم ب 6000 درهم ملي تبقى العيد 4 ايام 94 تبقاو بهاد الثمن نيت السلام عليكم اصدقائي فيديو جديد واليوم جديد تتواجدوا سوق انسكان 3024 شوفوا معنا غادي نحاولوا نشاركوا معكم اثمنه ديال الحواله من جديد اش غادي نقول لكم غادي نكتشفوا كل شيء الثمن ديال الحواله والثمن ديال المعزي اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه للنهايه اشتركوا في القناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ساعدونا باش نوصلوا القناه 400k نبداو لكم على بركه الله خاص في انزكان. اذا غادي نشوفوا الثمن ديال الخروف ديال الخروفه ديال الحولي ديال المعزي كل شيء. اذا كما كتشوفوا معنا حاليا كتوجدوا في سوق انزكان الخير تبارك الله في كل مكان. اذا انزكان اليوم عامر تبارك الله. اذا جينا السوق اللي فات شفتوا الحركه كي دايره واليوم ثلاث وبقى والو للعيد غادي نحاولوا نصوروا لكم مزيد ان شاء الله بحول الله. اذا الخير موجود والحواله موجود تبارك الله. اي مرحبا مرحبا. شحال هادو سيدي؟ بغينا غير الثمن غير الثمن لا باش نكون واضح. اذا غادي نكتشفوا بعد المشاكل الخاصه اليوم نتمنى يكون خير ان شاء الله. السلام عليكم. شحال دايرين اسيدي هادو؟ 106 كما كتشوفوا اليوم ثلاث انسكان 106 اذا 5000 درهم و300 درهم ولكن كيستاهلوا صراحه كيستاهلوا تبارك الله كما كتشوفوا الكرون ديالهم تبارك الله واللون ديالهم تبارك الله. نتمنى اليوم التوفيق ان شاء الله. 106 الجمله ربما باغي يبيع السقف راكم عارفين بعد الفلاحين خاص ثمن مناسب. اذا اشنو رايكم ديروا في التعليق واش ثمن مناسب ولا الغلا؟ اذا راكم عارفين اذا كما توقعنا قلنا بانه اللي غادي تبقى العيد ربما سيمانه ولا 10 ايام غادي تشوفوا اثمنه مرتفعه. اذا يقدر بحال هذا الحولي دابا 5000 درهم و300 درهم حاليا اليوم الثلاث ولكن يقدر بعد اسبوع تبقى العيد يقدر نكتشفوه ربما 5800 ربما 6000 درهم كلشي ممكن نتوقعه خاص في سوق انزكان. تماما الله يوفق الجميع. اذا كنعتذر لكم غادي نلقاو الصعوبه خاص التصوير في انزكان. اذا عامر تبارك الله اذا اليوم الثلاث سوق عامر وفي نفس الوقت نتمنى وكنعتذر لكم اي واحد بان في الفيديو يسمح لينا حنا الهدف ديالنا هو نكتشفوا اثمنه فقط ونكتشفوا لكم الجوله ديالنا في سوق انزكان. شحال اسيدي هذا الخير تبارك الله شحال دايرين الثمن؟ 64 60 64 64 60 60 64 50 اذا باش تعرفوا هذو الحواله ب 64000 فقط 64000 ها هما في انزكان. اذا كل حاجه بثمنها. الناس اللي كتقول بانه غالي عليهم الحولي راه بحال هذا 64000 فقط
ممكن تاخذ حاولي ولا خروف. هادو خروف ممكن تاخذو الا ب 64 الف، وعندنا واحد حاولي صغير حتى هو 54 الف. هذا 56 ها انتما كما كتشوفوا 56 الف فقط. تبارك الله، موجود الخير تبارك الله. اذا غادي نحاولوا نشارك معكم المزيد ان شاء الله بحول الله. باقي مستمرين في الجوله ديالنا، ونتمنى نقدم لكم افضل ان شاء الله. شحال دايرين اسيدي هادو؟ شحال دايرين؟ لا 74 74 الله يحفظك. ماشي مشكل. تبارك الله. تبارك الله. مليح ديالي زكاني ما نقولش. 74 اشنو رايك في السوق؟ كابتها. واش مرتفع؟ طاح اليوم السوق. ولكن كاين الحولي اليوم 5300 درهم الحولي. كاينين الحوال انا ب 5000 6000 درهم. تبارك الله. كله وجه هذا كله، علاش بيمشي؟ ياك ماشي مشكل واخا تبان معنا. بينك هذا واحد خينا غير عدو المينا روسو. تماما. خايش الله ما غادي يبقى ان شاء الله. ياك كل شيء يعيد. كما كتسمعوا. كل شيء غادي يعيد ان شاء الله بحول الله، ولكن الثمن طالع هذا العام. هذا العام راه الثمن ضروري ياك. ضروري داك الشيء. تماما. الله يسخر اخويا. الله يوفق. تماما. اذا باقي مستمرين في الجوله ديالنا، غادي نحاولوا نصوروا لكم بعض الحوالة في هذا الاتجاه. اذا بعض الكسابين كيقولوا بانه الثمنه راه عادي، واخا تشري الحوالي ب 5000 درهم ولا 6000 درهم عادي، ما كاين حتى شي مشكل. اذا كل واحد يمشي على جهده. اذا شفنا خروف الا ب 54، كان خود خروف ب 54. اذا تبارك الله. اذا كما كتشوفوا شحال اسيدي هذا؟ هذا 90 درهم. 90؟ هذا 90000. تبارك الله. 96. ولكن هذا صرد ياك؟ صرد هذا ديال البروج. ديال البروج. اذا كما كتشوفوا حوالي 90000 فقط. انا رايي الثمن مناسب. وعندنا هذه الحواله حتى هما الثمن ديال هادو شحال ديال هذاك بنادم ولا ما جاش. ما كاينش. تبارك الله. هذا موجود الخير. تبارك الله. كما كتشوفوا حاولي تبارك الله. غادي نحاولوا نقربوا لكم الحواله هنا. اسمح لي ناسي. الخير موجود تبارك الله. شوفوا تبارك الله. النعمة ديال سيدي ربي. غادي نحاولوا نكتشفوا الثمنة ديالهم. شحال اسيدي الثمن ديال هادو؟ الثمن؟ شحال كاع تقريبا؟ 120 130. اذا كما كتسمعوا 120 130 110. اذا هادو هما الحواله ديال 130000. كل حاجه في الثمن ديالها. اذا كما كتشوفوا بعض الناس يشريوا. اذا شوفوا السوق اللي داز، جينا ثلاث اللي داز زياد اسبوع فقط، كان الحوالة لقيناهم ب 5000 درهم. ها اليوم لقينا الحوالة ب 5300 درهم، 6000 درهم، 130000، 120000. اذا الثمنة مناسبة. انا رايي الثمن مناسب. حتى هما كيشتغلوا المليح. المليح ياك القرقع. القرقع. القرقع كما كتسمعوا مولاهم قال لكم القرقع. الحجره. حاجه مليحه حتى بالنسبه للصفات ديالهم زوينه. والحد ديال الدرا. دابا فين جبتوا هادو؟ الحد ديال الدرا. الحد ديال الدرا. تماما. هادو الحواله ديال الحد الدرا خاص في المغرب. اذا شنو رايك في السوق؟ مزيان الثمن. البركه الناس بيقنعوا على حسب الرواج ديالكم نتوما. مزيان البركه داكشي اللي جاب الله. كيشريو الناس ولا باقي؟ باقي الناس يلاه بداو. تماما. ولكن دابا بغيت نسولك مثلا، يبقى العيد هذيك اسبوع، تزيدوا في الثمن ولا تبقاو بهذا الثمن؟ بهذا الثمن ان شاء الله. بهذا الثمن. اذا كما سمعتوا قال لكم بانه عمر السوق اش بيدير؟
على حسب السوق. على حسب السوق. يقدر دابا غادي نشوفوا الحولي ب 160,000 بحال السلام عليك. شوف كيما شريو قبل ما يغلى الحولي، قال لكم ممكن تاخذ الحولي ب 160,000. انا مليح تبارك الله، راه باينين باين سنا الحليب وباينين في الصفات ديالهم. شوفوا تبارك الله، راه اللحم تبارك الله وازنين تبارك الله. قلقع تمام. اذا حاليا كنتوجدوا في سكاني، اذا الثمنه اليوم مرتفعه تماما، وفي نفس الوقت الثمن مناسب. انا رايي الثمن مناسب، كما كتشوفوا الخير والبركه تبارك الله. الحواله موجود الخير في بلادنا، بلاد الخير، طال الله الخير، كل حاجه بثمنها. اذا بغيتي المليح راه كتخلص مزيان، ثمن مناسب. بغيتي الرخا راه كاين على حسب كل حاجه، بس دي الفلوس كتدي المليح. باش نقصي الفلوس ما كتديش شي حاجه نورمال، راكم عارف. الله يسخر سيدي، الله يوفق. اذا كما كتشوفوا الحواله هنا ب 6000 درهم، اذا الثمن مرتفع تماما. مرتفع اليوم الثمن والله تبارك الله. جاج هاد العام الناس بتضحي بالبيبي هاد العام. بتضحي بالبيبي هاد العام الناس. يضحيو الناس بالبيبي. والله الخير والبركه. دابا الثمن ديال هادو فين؟ الثمن شحال تقريبا؟ قول لي غير الثمن. 56. اذا هادو حوليه ولا خروف؟ خروف. كورة. الكورة. 56,000. حبيبي الناس هنا. دابا هادو معيدين ياك؟ عيدين. تمام. اذا ب 56,000 كيما قلنا البارح في اللايف، قلنا بانه راه ممكن تلقاو الحواله ب 56,000 ب 3000 درهم. اذا اشنو بان لكم؟ اذا هذا ب 56,000 واخا صغير ولكن قاضي غرض. اذا المهم السنه هي كل شيء. الله يسخر لك اخويا. اذا السلام عليكم. تبارك الله. غنجيو للمكان ديال المليح كيما قلنا، المليح حتى هو الثمن، حاجه صغيره رخيصه. تمام تبارك الله. شحال اسيدي دايرين هاد الحواله؟ دايرين اخويا 4800 درهم. 4800 درهم. 800 درهم. 700 700 700 4700 هي 94. 94. اذا الحواله ب 94,000 تبارك الله، حاجه مليحه. ها انتم كيبان لكم كل شيء مليح سيدي المختار. حاجه مليحه. اشنو رايكم في السوق فين زكان؟ اي دابا واش النسبه الرواج مزيان ولا شويه؟ خويا الله يجعل تبارك. وهاد الثمن تبقاو به ولا تزيدوا؟ يبقى العيد اسبوع. ما كنديروش الثمن حنا، الثمن راه كديروا الوقت في السوق. السوق الثمن دابا يقدر بحال هاد الحواله نلقاو ب 6000 درهم ملي تبقى العيد ربع ايام. 94. غتبقاو بهاد الثمن نيت. تماما تبارك الله. انا غير اخويا سولت على حسب دابا السوق هو اللي كيدير الثمن. ودابا اذا كما كتشوفوا تبارك الله. الله يسخر الجميع. اذا الحواله حاجه مليحه تبارك الله، اللهم بارك. اي حاجه مليحه. اذا انتم 94,000 وشفتوا الحواله ب 56,000 هذوك الصغار. حبيبي بتضحي الناس هاد العام. خلاصنا الهم 500,000 اخويا يمشي يمشي عليك. انت صانع محتوى. المحتوى الشرايع. كل واحد يمشي على جهده. كل واحد يمشي على جهده. السيد قال لك السيد قال لك ان السوق هو اللي كيحسن. هو اللي كيحسن. هو اللي كيحسن. هو اللي كيحسن. السوق اللي كيحسن. راه تا هما دابا كيسمعني كيسمعني دابا الناس تا هما هاد الحولي راه كيصرفوا عليه مدة سنة. لا انا ما كنشدروش على مدة سنة، انا مدة الشهور اللي كيقول لك. بغيتي تشري شي بغيتي تشري. لا اسمح لي. راه عادي القدرة الشرائية ديال هاد المواطنين هادو كاملين. عادي وراه دابا انت كدير واحد المحتوى. غير اسمعني انا. اسمح لي كدير واحد المحتوى خصك تبين الاخطاء. خصك تبين المصالح. ما كاينش الخطا لا ورا السوق. لا كاين الاخطاء. سوق كاين. لا شنو السوق؟ راه مستحيل. واحد الحل. تكون قد شوف قد الحوار وقد المستحيل. اييه وانت فينا هو ترى حولي صغير. اللايف ديالك راه غير سمعني. راه غير الحولي صغير ب 56,000. تناقش انك كدير اللايف خصك تعطي واحد الراي.
لهاد المواطنين هادو كاملين. داكشي انت كتصنع له المحتوى وكدير كتجيك الزياده. قلب عليا الكفار، قلب عليا الكفار. غنعطيك واحد الكلمه وسؤال قدام هاد الناس، واش هذاك مول 46 هذاك كيسوى 46؟ وداكشي اللي داير السوق اش غادي يدير؟ ماشي السوق اللي كيصنع الثمن. صافي خصكم تعرفوا ان ماشي السوق اللي كيصنع الثمن، راه هذا اللي كيبيع هو اللي كيصنع الثمن. قد على اللايف ديالك زعما قد المستوى ديال اللايف ديالك. كاين بعض الناس الله يحسن العوان، ماشي مشكل اخويا، خذ راحتك الديانية. اذا غادي نحاولوا نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. الله يسخر لكم. راه كنكذبوا مع عمر الدين. هذا السيد كاع علينا عيرني، قال لي يا سيدي انت ما كتقول والو، وفي نفس الوقت هذا هو الواقع باش نكون واقعيين. اللي دار السوق راه إذا جينا نشوفوا غير 2023 راه كان الثمن كان حوالي ب 5000 درهم 4000 درهم، دابا تزاد واحد شوية. إذا غادي نشوفوا نصوروا لكم مزيد. إذا هو قال لك بأنه 1500 درهم اللي كيشد في الشهر ديالو راه ما يقدرش يشري الحوالي ديال 5000 درهم. أيه أنا براسي، أنا براسي عندي هذا المشكل وعادي كاين حتى شي مشكل. السلام عليكم، شحال دايرين اخويا؟ بغينا غير الثمن. 74 54. اذا هاد الحواله 54 74، كل حاجه بثمنها. كل حاجه بثمنها. تماما، كل حاجه بثمنها. اذا كيبان ليا هادو رخاص. شفنا الحواله ب 5000 درهم من الفوق. اذا الفرق انا رايي هادو رخاص شويه في السوق. 54 60 75.